لله الذي جعل الصيام جنة وسبيلا ممهدا ميسرا معبدا إلى الجنة، ونصلي ونسلم على خير من صلى وصام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المؤمنين، أمنكم الله في الدنيا والآخرة، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم حديث قبيل الإفطار، والذي نتعلم فيه جملة من الأذكار ومن الأدعية التي تقربنا إلى الله زلفى. اليوم نتعلم دعاء آخر من الأدعية النبوية المباركة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الصلاة والسلام من فرط حبه لنا ما ترك سبيلا يوصلنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه، وما ترك سبيلا قد يوصلنا إلى النار إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعوني أيها الأحبة الكرام أسافر بأرواحكم وقلوبكم إلى الجناب الشريف، إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا أيها الكرام، تخيل أيها الحبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حالك في رمضان، رآك وقد صرت من المقيمين للصلاة، من المحافظين عليها فرضا ونفلا، رآك من الركع السجود في رمضان، رآك وقد صرت من قراء القرآن التالين لسوره المتدبرين لآيه، رآك وقد صمت صياما حقيقيا، صيام الأتقياء الأنقياء الأصفياء، رآك وقد جاهدت حتى ترتقي بأخلاقك حتى تصير من الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس ومن المحسنين إلى الخلق، رآك وقد جدت على الخلق بما أعطاك الله عز وجل، رآك وقد صرت من الذاكرين لله عز وجل حالا ومقالا، رأى منك حال القرب إلى الله جل وعلا فصر لأجل ذلك سرورا كبيرا. تخيل أنه لسروره أخذ بيدك وقال لك: يا عبد الله، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، وقلبك يكاد يطير من مكانه لهاته الكلمات. صر الحبيب لحالك فقال لك: والله يا عبد الله، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، وأوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يدلك على أعظم وسيلة يكون بها الثبات على الطاعات والاستقامة على العبادات، هي وسيلة الدعاء. والله لا ثبات ولا استقامة إلا بالله عز وجل، العون من الله في كل ذلك، الله هو الذي يثبت سبحانه وتعالى. فقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الثبات على الطاعات والاستقامة على العبادات كل ذلك من الله، وأنت تستجلب ذلك بدعائه سبحانه وتعالى. تريد أن تبقى على هذا الحال، تريد أن تستقيم على هذا الحال، فعليك بهذه الوسيلة العظيمة
أن يثبتك الله على هذا الطريق. سل الله عز وجل أن يعينك على شكره وذكره وحسن عبادته. لا تدع هذا الدعاء يفوتك في هذه الأوقات المباركات. وأذكرك أن آية الدعاء جاءت في وسط وفي قلب آيات الصيام، والتي يقول الله عز وجل فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولك عند فطرك دعوة لا ترد، اغتنمها لمثل هذا الدعاء. قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.